أبو مجرم من أبها، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، سم تفضل. نسأل الله أن يوفق شيخنا ويسدد في القول والعمل. آمين. إياك آمين. بنات عم الوالد هل هن محارم للابن؟ وماذا عن الأبناء والبنات؟ هذا السؤال الأول. إيش الابن يا أخي؟ ابن الولد، يعني والدي له بنات عم، وهل هن محارم لي يعني بالكشف عليهن أو كذا؟ لا، ليسن محارم لك، أجنبيات منك. أجنبيات؟ نعم. وإن كنا كبار في السن؟ وإن كنا كبارا في السن أو صغارا أجنبيات.